انا ما اقول هلا ما اساسا بالنسبه لوضع الانفاق، يعني الانفاق ماسك يعني واقفه من ايام ما مسك عبد الفتاح السيسي، والامن في مصر يعني مش مساعد ان احنا نشتغل، والميه هذه شكلت خطر كبير على بيوت، مش على الانفاق بس، على بيوت وعلى الانهيارات الارضيه. بالنسبه للامن الوطني يعني بقدرش يحمل حدود من خوف انه تقع الحدود يصير انهيارات. هي صارت انهيارات، كذا انهيار صار على مستوى الحدود من جانب المصري بالجانب الفلسطيني بالاكثر يعني، وتبهدلت البلد كتير اصلا يعني بالزياده، لو المي تزيد زياده عن حدها هي قد يمكن البيوت تنهدم على اللي ساكن فيها. احنا بنعرفش ايش نسوي يعني. هو بالنسبه لل